هلو، اتمنى لكم يوم جميل. تعالوا مع بعض نشتغل وحده صغيره جدا، تقدري تعمليها بطانيه او تقدري تعمليها في ملابس موجوده كتير جدا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هنشتغل مع بعض النهارده تابستري القلب الاماريه ده، زي ما انتم شايفين بالغرزه العدله. يلا بينا على طول نشتغل، وتقدروا فعليا تستخدموها غرزه عدله او غرزه بسيطه براحتكم خالص. اول حاجه هنعملها هو عدد الوحده اللي احنا عاوزينها. اول حاجه اهو هنعمل هنا 14 غرزه، ناخد كل حاجه على الابره من الافضل احنا نشتغل صفين ثلاثة الاول قبل ما نعمل اي بطرون، على اساس البطرون بتاعي يكون بالمنظر ده كأنه كده صورة برواز. اوكي، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. اول حاجة هعملها غرز عدلة. كده انا عملت الصفين 7 غرز. يفضل ان احنا نستخدم خيط موازي لبعضين. عند الغرزة التامنة هدخل واسحب اول حاجة موجودة في الباترون بتاعي، وهي القلب من تحت الحتة دي. اشتغل باقي الصف بتاعي عادي، ارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. لحد ما اوصل للحتة دي كده تحديدا، فعلى طول اروح واسحبها باللون الخاص بيها، حتى لو هي واحدة. حتى لو هي واحدة، بعد كده ارجع اخد واسحب اللون الباقي بالغرز بتاعتي، طبعا بالراحة خالص، على اساس انك تسيب المدى المطلوب للغرزة بتاعتك. زي ما انتم شايفين اول حاجة عندي طلعت اهي. هاخد كده كل الغرز، هسيب غرزة قبلها وغرزة بعدها، وهي في النص كده يبقى 3 غرزة هاخدهم مع بعض. كده خدنا 3 غرز. اسيب اللون ده، لازم تسيبه المدى المطلوب. طبعا اخد واحدة قبلها، طول ما انا بوسع القلب باخد واحدة من قبل وواحدة من بعد، واللي في النص نفس النظام بشتغلهم كلهم. طبعا كمان الخيط ده ارفع من اللازم بالنسبة للخيط التاني، لان الخيط التاني طبعا مدموك، انا كنت عاملة سلفان كده يعني. فمن الافضل ان انتوا تستخدموا الخيط الصح. كمان زي ما انتوا شايفين لازم كمان نسيب مدى، ينفعش اضيق او اوسع، لا اسيب مدى القطعه من تحت. اوكي، على اساس ان يعني الشغل بتاعي يكون مرتاح اكتر. اسهل حاجه فعليا هي عمايل القلوب، وبتكون بسيطه جدا وسهله. طالما وصلنا للغرزه دي لازم اسحب باللون تبعها. برضو لازم اسيب المدى الطبيعي للغرزة، شايفين؟ مينفعش اضم قوي، لا لازم اريح ايدي كده. ما ننساش انه المدى الطبيعي للغرزة من ورا لازم نسيبه. طبعا في طريقة بتخلي ان احنا نشتغل تابستري بس مش بيكون الوان، وفي الوقت نفسه مفيش النعكشة اللي تحت دي اللي ورا دي، فان شاء الله هنتعلمها الفيديو الجاي. اسحب بلون الغرزة، الصف ده هشتغله كل حاجة زي ما هي كده، بس على اساس انه ارتفع صف بدون اي تفاصيل. هو الالوان دي زي ما هو، اللي باللون البيج زي ما هو، بس ارتفاع يدي مدى للقلب بتاعي. الصف اللي بعده بقى خلاص هبتدي ان انا اقسم القلب ده.
بس دول 9 تمام. فهعمل كالآتي، ادي 1 2 3 4 تمام. هروح اجيب بقى لون البيج واشتغل 5 كده، بعد كده هروح بقى 1 3 وادي 4 تمام. اجيب البيج اشتغل اخر 2 ارتفاع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض، اسحب اللون الفاتح بعد كده انزل واسحب الدرجة البيج انزل بعدين الاورنج بعدين انزل واخر حاجة البيج. هم ملاحظين على طول بدأ يبرز ان في بقى فتحة كده وهيطلع منها القلب تبعنا. هروح ادخل بقى في دي واعمل غرزة انزل بعد كده اخد دي واللي بعدها اوكي انزل وبعدين اخد دي باللون البيج واللي بعدها وكمان اللي بعدها كده اصبح في 3 هنا في النص اهو بعدين دي ودي تمام. انزل واروح اخد دي واخر 2 كلهم كده باللون البيج. بدأ على طول يبرز ان القلب ده قرب يخلص. ارتفاع سلسلة ودي اساسية في كل غرز الكروشيه التونسي ان ما كانش اغلبها، بعض بس منها يعني احيانا مش بنرتفع سلسلة لان هي بتكون اساس الغرزة يعني كلها ارتفاعات مثلا. اسحب دول بعدين 3 البيج بعدين انزل اسحب اللي هما باللون الاورنج انزل واسحب اللي باللون البيج اوكي. بعدين بقى كل دول اخدهم تمام. اروح اخد بقى واحدة كمان من الاورنج دي انزل وهاخد دي بس وانزل وارجع نفس النظام. شايفين؟ واو، بصوا حتى لو هي واحدة بس لازم اخدها بنفس لونها على اساس ان مخليش اللون اللي موجود دخيل، نتيجة الرسمة بتاعتي هتكون مش احلى حاجة، فلازم اسحب كل حاجة بلونها ولازم اسيب المدى الطبيعي للغرزة على اساس انه يطلع رسمة مفتوحة كده ومش مكرمشة او فيها يعني تلاقي الرسمة عاملة كده الخيط بيبقى مشدود من ورا واحتمال تقطعيه بسبب ان انتي مخدتيش الحاجة الصح. كده احنا خلصنا القلب بتاعنا، فلازم نعمل مدى زي المدى اللي عملناه من تحت على اساس ان الصورة كده تكون في النص كده كأنها برواز، وده اساسي في كل بطرونات التابستري لانها بتديني شكل حلو وبتبرز لي رسمتي لو عملتها بالاسلوب ده، وده احلى حاجة في الموضوع. من غير كده يطلع شغلي كأنه ناقص. نقفل الصف ده على اساس الشكل يكون منظم. بدخل بنفس الغرزة واعمل منزلقة. طبعا ممكن نعمل الحاجة دي، ممكن نعمل وحدات تابستري باشكال مختلفة، سواء بقى بطانية بيبي فتعمليها مثلا كلها قلوب واشكال كده هلال وحاجات جميلة من النوعية دي، او ان هي اشكال تكون بالاشكال اللي انت شايفاها حاليا دي، دي شوية عطية على روسي. الانواع دي بتدي شكل حلو قوي، تقدري تعملي بيها بطانيات او ملابس بتطلع حلوة جدا كنتيجة. وادي نتيجة الشغل بتاعنا النهاردة تحفة.
فنية، سواء بقى باللون الأحمر التقليدي مع اللون الأبيض أو ألوان تانية مختلفة، ولكن النتيجة واو بجد. زي ما انتوا شايفين بسيطة جدا، تقدري تنفذيها كبطانية أو تقدري تنفذيها كملابس، ولو عملتيها كقطعة طب مثلا أو حاجة، ادمجي القلوب دي في كل مرحلة انت شغالة فيها. فممكن تعمليها وحدات منفصلة زي كده وتجمعيها، أو ان انت تشتغلي القطعة كلها تكون مليانة قلوب بالمنظر اللي انت شايفاه ده. جميلة جدا، تتعمل حاجات كتيرة وانت وخيالك وإبداعك. كده نكون خلصنا النهاردة، اشتغلنا تابستري قلب عيد الحب. وزي ما انتوا شايفين الشكل من ورا بيكون كده. طبعا في ناس كتيرة بتتضايق من الموضوع ده وعايزين يعرفوا فكرة التابستري، ازاي اقدر اخفي الحاجات دي. طبعا تقدري تخفيها بالفازلين، ان انت تحطي عليها فازلين وتكويه، او تقدري ان انت تستنيني للفيديو الجاي وتعملي معايا تابستري سادة بدون الوان وبدون النعكشة اللي ورا دي وبدون استخدام 2 خيط مع بعض. وهنعمل ان شاء الله برضو نفس القلب ولكن بطريقة مختلفة تماما وسادة خالص. استنوني الفيديو القادم، هنتعلم فيه حاجة جديدة. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على تيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة، واعملوا شير عشان غيركم يستفيد. مع السلامة، باي.